شكرا أستاذ الناصري على عرضه الذي يكمل عرض الأستاذ جلال، يعني حيث أنه تعرض لما حدث بعد 75 بالخصوص. وأتمنى أن النص الذي تكلم عنه مؤخرا لا يزال يوجد في رفوف وزارة الداخلية التي إن كان من يمثلها هنا فله أن يبلغها أنه من الأفضل أن ينشر هذا الكتاب حتى تعم الفائدة. الآن يمكن نعطيكم الكلمة إذا كانت فيه استفسارات أو تعقيبات، لكن أطلب منكم الله يخليك التركيز أكثر ما يمكن حتى تعم الفائدة ولا يطول بنا المقام هنا. شكرا جزيلا. شكرا، مساء الخير. ما كنتش غادخل ولكن جاب هذاك الكتيب وأنا صاحبه. هو كتاب حول الوثائق الإسبانية ويتكلم كذلك على الصحراء هناك، لأن مغربية الصحراء في الحقيقة لا تبتدئ في القرن التاسع عشر. مشروعية مغربية الصحراء قديمة، فلدينا مثلا هناك وثائق من القرن الخامس عشر التي يجب تحليلها، ونستنتج منها أن الوثائق البرتغالية والإسبانية لأن كان هناك مشروع لتقسيم العالم كما تعرفون بين إسبانيا والبرتغال، فخلال هذا التقسيم كانت تظهر الحدود المغربية في ما كانا يتفقان عليه، وبوجدور كانت دائما تدخل في الأراضي البربرية بالإسبانية. إذن أظن أن إذا أردنا أن نتكلم عن مشروعية، إضافة إلى كل ما قلته، مشروعية مغربية الصحراء، يجب أن نرجع إلى الوراء. هناك رسالة مهمة جدا ربما فيها 5 أو 6 أسطر، رسالة من الملك الإسباني فيليب الثاني إلى حاكم جزيرة لانساروتي بالجزر الخالدات، يمنعه فيها في هذه الرسالة الملك الإسباني يمنع حاكم لانساروتي من سبي المغاربة شمال بوجدور. لماذا؟ لأنها أرض الشريف، أرض الشريف معناه أرض الشريف السعدي. فبدون يعني فاعتراف الإسبانيين على الأقل، لأنه يقول له يمكنك أن تذهب جنوب بوجدور، هناك قبائل كثيرة لا تطيع السلطان، ولكن من بوجدور إلى الشمال لا جدال فيها مغربية بشهادة الملك الإسباني سنة 1570، كان الوثيقة فيه. وشكرا. شكرا. الله يقدم نفسك، الله يخليك أستاذ، قدم نفسك الله يخليك. لا انت عرفتني وانا معنا هذا الكتاب هذا يا وشتي، انت معنا وحنا مع احنا مع في سؤالي. شكرا استاذ قديري. لدي بعض الاسئله اذا سمحتم اريد ان اطرحها للاستاذ العدناني، الاستاذ الناصري. يعني في الفتره الحديثه نسبيا ما قبل المسيره الخضراء وما بعد المسيره لاسترجاع الصحراء، أن تهديد أولاً أن تهديد إسبانيا بإجراء استفتاء في الصحراء كان فقط وسيلة للضغط على المغرب للقبول ببعض الشروط التي ستطرحها إسبانيا في عهد فرانكو على المغرب مقابل انسحاب الإسباني من الصحراء المغربية. من هذه الشروط أن فرانكو كانت هناك مفاوضات سرية بين المغرب وإسبانيا قبل توقيع معاهدة مدريد بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا لتنظيم انسحاب إسبانيا واسترجاع المغرب للصحراء. من هذه الشروط أن فرانكو اشترط على الحسن الثاني عدم مطالبة المغرب باسترجاع سبتة ومليليا والسماح للسفن الإسبانية بالصيد بكل حرية
صيد الأسماك في المياه البحرية الصحراوية المغربية. ثم كيف تفسرون أن إسبانيا هددت بإجراء استفتاء في الصحراء ثم بعد ذلك قبلت بتوقيع معاهدة مدريد مع المغرب وموريتانيا؟ وكيف تفسرون أن وقع تقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا ثم لما عجزت موريتانيا عن ضمان أمني واستقرار منطقة الداخلة والقويرة بسبب ضعف قواتها العسكرية والأمنية تولى المغرب استرجاع هذه المنطقة وبسط سيطرته عليها؟ وأخيرا هل توافقون على أن معارضة الجزائر لاسترجاع المغرب لصحرائه ودعم الجزائر للبوليزاريو بالمال والسلاح والتدريب والدعم هو بسبب حقد جنرالات الجزائر على المغرب الذي ألحق الهزيمة بالقوات الجزائرية في حرب الرمال سنة 1963 وكانت القوات المغربية قد اقتربت من دخول مدينة تندوف ولكن ضغوط الدولة الفرنسية على المغرب هي التي دفعت الحسن الثاني إلى عدم استرجاع مدينة تندوف والصحراء الشرقية. وشكرا لكم. اسمح لي أولا غادي نعقب على ما قاله الأخ بجانبي هنا، قال بلي أن فرانكو رغم على المغرب، ما رغم عليه، في 75 فرانكو كان على فراش الموت قبل المسيح لتيمورون كواك. أما تقسيم مع موريتانيا، أنا سمعت بأذني المرحوم بوستا قال لما سألته صحفية من فرانس انتر في نيروبي، قالت له اسمه هو وجهة نظرك انت يا وزير الخارجية، حين يصرح ريدا قديرة في فرنسا على أن الحسن الثاني مساعد أن يعترف بكيان بوليزاريو ولكن ما يقدر يمشي بعيد، دار فيها وقال لها احنا انا هو وزير الخارجيه وقديره كيهضر لها باسمه هو الشخصي، انا هو وزير الخارجيه ديال المغرب، احنا ما نعترفوا بلا بوليزاريو. ولكن فيما يخص التقسيم قال لها بالحرف سيتيت اون كيسيون تاكتيك، تقسيم مع موريتانيا ايت اون كيسيون تاكتيك، ما معناتها انا اون بوفي با ريكوبيري السهارا سون donner quelque chose à la Mauritanie, mais sachant pertinemment qu'à l'avance, la Mauritanie ne pouvait pas continuer à gouverner cette partie du Sahara, donc elle allait revenir. Par quelle est une autre chose au stade? Elle a qu'un sgrb limada dans les 70s. Les 70s, limada ne maintenait des universitaires au Sahara comme des étudiants, des voyageurs comme ça pour faire du tourisme et pour sensibiliser ou là il faut qu'est-ce qui se passait au Sahara etc. Il y a un hakali sahraoui ftindouf خلال الاصل قال لي بالحرف ان الجزائر بعد الاستقلال مباشره اختارت ضباط صف وشريت لهم الجمال وتلقاتهم في الصحراء باسم ناس قضاوا نحبهم صحراويين ما بقات كتعرفوا هذا كيجي كيقدم راسو للساكنة أو للرعاة فلان ولد فلان وبداو كومونسي ا سنسيبيليزي لا بوبولاسيون دي سارا كي سيتي كي ايتي باربيي سورتو لو تيريتوار افيك لور شامو ايتترا بداو كي كومونسي ا لي سنسيبيليزي كونتر لو ماروك ديبي 1963 فوالا. شكرا استاذ، شوف هادي تنشكر الصاهرين على مؤسسة أبو بكر القادرية اللي اتاحت هذه الفرصة، وأشكر أيضا
الأستاذ الجلالي العدناني على هذا العرض الذي أحتفظ منه بثلاث قضايا أساسية وأريد أن أشاركها معكم وأنا أنصت إليه. الخلاصة الأولى وهي مهمة جدا لأنها تنزع طابع الأسطورة عن حركات التحرر أو على الأقل تدقق، وهي فيما يتعلق بالمشاورات السرية المثبوتة وثائقيا بين جبهة التحرير وفرنسا بخصوص جنوب المغرب. فهذا النوع من التفكيك التاريخي المسنود بوثائق يرفع ويعالج من أوهام حركات التحرر ونقرأها قراءة أخرى. هذه خلاصة مهمة لأنها ستحررنا من ميتافيزيقا التحرير والأساطير التي تبنيها حركة التحرير عن نفسها، وهذه نقطة جد مهمة علما بأنها مفيدة من ناحية التحليل السياسي لأنها تسائل كيف أن في يعني نواة حركة التحرير هناك تفكير بمنطق الدولة الوطنية وليس بمنطق يعني الدولة بمنطق الشعب إزاء الشعب أو الأمة إزاء الأمة، هناك نوع من الاستقلالية وهذه نقطة جد مهمة. النقطة الثانية التي يعني مثيرة في هذا البحث وفي الكتاب، وهي أنه بالفعل هذا الكتاب وكتب أخرى متفاوتة من حيث القيمة التاريخية والمنهجية يفكك خطابات التي يعني يفكك خطابات الخصوم، وفي نفس الوقت يوثق ويدعم خطاب الوحدة، ولكن بمنطق تاريخي ما وقع تفكيك والبناء بمنطق المؤرخ في علاقة بمنطق العلاقات الدولية كما هو الآن مفروض ومحروس مؤسساسيا. وهذا سؤال جد مهم لأنه يطرح علينا سؤال ماذا يمكن، كيف يمكن أن نستثمر نتائج هذه الأبحاث. هناك استثمار معرفي مهم، ولكن هذا الاستثمار المعرفي ليس مهما كمعرفة، بل ماذا يمكن أن نفعل بهذه المعرفة. وهذا يعطي نقطة جد مهمة بالنسبة لسؤال التكوين التاريخي والفكري للهيئة الدبلوماسية لأية أمة ولأية دولة. الدبلوماسية ليست فقط علاقات محفوظة ومصونة، بل هذا يعطي لأنه إذا يعني من ضمن ما أثارني في هذا العرض وهو أنه استنتجت، وأنا أريد من الجلالي أن يؤكد يعني قوة هذا الاستنتاج، وهو أنه في جهة ما على مستوى من المستويات الوحدة الترابية هي ضحية أو رهينة عدم التنفصل بين القرار السياسي والبحث التاريخي أو البحث أو الاستشارة العلمية. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن الوحدة الترابية، موضوع إشكالية الوحدة الترابية، كانت عانت وتؤدي ثمن عدم التنفصل بين البحث التاريخي الأكاديمي والقرار السياسي. شكرا أستاذ. طيب أنا فقط بالإضافة لشكرا سي محمد زلنين على هذه الملاحظات، جوابا أيضا على الأستاذ سي بوزينب، يعني هناك العديد من الوثائق مؤخرا يعني قمت بواحد العملية شوية بديليكات مع ممثلين ديال الدبلوماسيين اللي ماشي صحابنا، وتكلمت لهم على لا بريزونس ماروكان اون افريك يعني 16 17 وما قبل، وايضا على الموضوع ديال الصحه. فثلاثه يعني الاغلبيه ديالهم قالوا يدي هاد الوثائق هاد الملف، علاش واش ما قادينش تحطوا من جديد ملف بهاد اي باش نقول لو ديكالاج اللي كاين ما بين السبعينات، ولكن ما نساوش بان كاين واحد ديزارشيف ارشيفات لي كوانتيتي ديكلاسي اللي تفتحوا
بما فيهم واحد 8 العلاب حول بوليزاريو مثلا او حول العمل الخرائطي. اي واحد الحقائق ربما واحد المساله ذكرتها بواحد الشكل اللي ان المحاور التجاريه اللي كيتحكم فيها المغرب مده 17 القرن هي التي احتلتها فرنسا وبواسطتها تمت احتلال المناطق الصحراويه. واللي بغى يفهم ديك الخريطه ديال المغرب تيندوف علاش مديره هكا معوجه في كل تعويجه هي تخريجه للمحور التجاري الساحلي ديال الصويره تيندوف بير موغرين الى اخره واخراج ديال الابار. هذه وحدها خاصه واحد لن فينا هو المحور الثاني. المحور الثاني هو اللي غادي مسجل المسات وات عين صالح في اتجاه غاو وطنبوكتو ايضا اضيف الى المجال الصحراوي. داكشي اللي درس الانجليز مع فرنسا بان نعطيهم الرمله والتراب دارسوا فرنسا مع اسبانيا نعطيهم الرمله والسواحل والسواحل وفقط وهم يبقاو تما. مساله اخرى هو احنا احيانا كنخافوا لان كنسمعوا بوليزاريوس يقول لهم وثيقة 1776 السلطان يقول بعد مطالبة الأجانب بغرامات لأن قتلوا الصيادة في الصحراء هذوك المناطق ما تابعينش ليا ها هي تيقولها. ولكن ما كنرجعوش لي سيركونستانس كيف هذاك الظرف كيفاش قالها السلطان كيفاش كان المغرب يعني فحال 1900 1902 تيقولوا ليه دويو معي ودويو منيع طلعوا لي في راسي تأديو لي الغرامات ماشي ديالي هذيك سيبة ديوهم خذوهم. هادو خصنا كاين دي تيكست اللي فرنسيين بنفسهم تيدافعوا علينا السلطات المدنيه خاصه وزاره الخارجيه تيقولوا السلطان اللي قال هاد الهضره ما كيعنيش بها بان ولكن راهي باغي يعني اون كونفير. هادو مجموعه ديال الامور اللي ربما بون خاصها هذا ولكن العمل هذا تيطلب مجهود كبير لأن التمويل ديال هذا العمل يجب أن أعترف بأنه منح كنت نحصل عليها في نونت منحة فرنسية باش ندير واحد العمل ولكن في نفس الوقت مادام أنني في نونت كنستغل من برلين منحة ألمانية بها كنت نخلص ليبي باش كنمشي لباماكو والداكار. لاجونس دو سود أيضا ساهمت في دو ميسيون ولا تخوا ميسيون وايضا في النشر ديال الطبعه الاولى. و بالنسبه للاخ هناك كاين هناك حقيقه حول مسائل كنا على وشك اتفاق ما بين فرنسا والهدف في العهد ديال فرانكو قبل المياد على اساس ان نسمحوا في سبته ومليليا مقابل انهم كانوا مشاو في هذا الخط هذا وثيقة فرنسية إسبانية تثبت هذا الأمر إضافة إلى وثائق أخرى تتحدث حتى عن من كان من وراء اغتيال الولي مصطفى السيد في الهجوم على نواكشوط. وشكرا. شكرا أستاذ جيال عدناني. في الواقع أنه كان أنا يعني النقطة اللي بغي نتكلم عليها كتعلق بوضع هذا العمل الجاد راه الاشارات كل ماشي غير الدبلوماسيين كنقول انه الان كاين واحد الضروره ان يكون اهتمام بتاريخ المغرب القديم والحديث واستشراف المستقبل في هذه المؤسسه هذه. يعني احنا في الواقع هذا هاجس عندنا هاجس كبير ولما قمنا بوضع الافريز التاريخي اللي تم اللي وقفنا فيه في عام 56 لهذا السبب ومعلوم كيلزم انه يعني هذا العمل يزيد يتطور ويكتمل. انا شخصيا كنظن انه بالنسبه للوضع اللي كان عليه الامريكا اللي كان عليه الوضع اللي كان هذه 30 عام او 20 سنه كاين بعض التغير خصنا نكون شويه متفائلين لانه بحال اللي قلت لكم قبيله الوالد لما مشى للدفاع عن القضيه ديال الصحراء مشى بدون اي ملف حتى ملف ما كان مهيئ من عنده لا وزاره الخارجيه ولا وزاره الحكومه ولا والو ومشى للسفاره وبنفسه بدا كيعمل كيعاود ليه هو شخصيا لا غونيو باش ما كيكفيش انه مشى عند رئيس الدوله
وعطاه معلومات، كان عنده اتصالات بالصحافة وبالإذاعات، وكان كيلزمو يعطي وثائق. فهذا عمل كان عمل ديال نضالي، ولكن كاين العمل اللي هو علمي كارتو كريديكا يكون. كنظن انه شخصيا في نظري كاين بعض التغيير، ولكن لو كانت عندنا امكانيات كنا حنا عطيناك باش شي مين حابش باش تمشي تكمل هذا العمل. مع الاسف حنا بنفسنا يعني كنعملوا حسب جهدنا، وانا بنفسي كنمشي نوط اما نار اما خاي باش كنجيبوا وثائق. فعلا كاين عندنا الان 300 وثيقه تقريبا كتعلق بهذه المرحله هذه. كنتمنى ان جيت تنمي المعرفه ديالنا بتاريخنا. كيبقى واحد الشيء هو انه يعني هذا التطور اللي كان في علاقتنا مع الجزائر اللي هي جارتنا، غتبقى جارتنا بغينا ولا كرهنا، كانت علاقات مع حكام الجزائر. صنع كذلك دوليا كانت مع حكام الجزائر واحد نوعيه ديال العلاقات، مع الاسف تاسف لما في اليوم تصبح واحد نوعيه جديده ديال العلاقات. حنا عندنا حريه الكلام، غادي يبدا شي بلاغ زوج ما يجي لك. نتمنى انه ان شاء الله انه هو هذا الشيء في المستقبل واحد في خطه ايجابيه، وفي هذا الاطار نستدعينا من الشهر المقبل غادي يجي عندنا مجال مشروع غنحاولوا نتكلموا على العلاقه الجزائريه بالخصوص في اعماقها في الناحيه الشعبيه. شكرا جزيلا لكم. الكتاب هذا يا الاستاذ العدناني راه في الفهم تبغى موجود في الاشاره. شكرا جزيلا.